ياخد عماد متعب ومعاه ابراهيم عبد الخالق، عزموا على بعض. الله 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 الله، ده تريزيجيه الراجل لطع الكوره، قال لك مش انا احسن من احمد شكري، هدف ده احسن ولا الهدف ده؟ ده من الحركه وده ايه من الخم، اهو اتحك عليهم في كوره زي ما تكون برضو زي ما قال الكابتن شوبير ملطوعه بالايد. والهدف الثالث لنادي اهو، بص حضراتكم اهو يحطها في الزاويه البعيده، خط ثلاث اهداف، ادي عماد متعب وادي على طول تريزيجيه وببطن رجله في الزاويه البعيده.